كثيرة. ولا صوت المطر شرعت صدري والهوى غلى بسولف للمطر وارسم على صدر السما صورة أنا ما يبلج ضلوعي ولجله تبدل الأسباب سوى شوف الفياض الخضر والقيعان منطور هنا دود بدوي ما يحسب للزمن وش جاب يود منطور بوز خلف الدود باكورة هنا يمن الكريم تحوف سمر جمرة شباب زارع وعم بنا في البلاد والعباد. أتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما وما تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك ونجران في حين تعاود درجات الحرارة العظمى. اسمع البركة اسمع البركة وأجزاء من المنطقة الوسطى. لا إله إلا الله. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح هذا الفرح على البحر الأحمر شمالية الله تبارك الله بسرعة 15 إلى 40 إلى الله في الساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى جنوبية هذه مزرعة بسرعة الحمد لله يا رب في الساعة بسرعة 50 كيلو متر في الساعة مع تكون السحب الرعدية المؤثرة